حضراتكم من جديد. الفقرة دي يا جماعة مهمة جدا، لأن احنا هندخل في بعد لصنعة مهمة جدا في صناعية الفن. احنا طبعا كلنا بنشوف تترات الأفلام والمسلسلات وبنلاقي دايما تايتل المكيار. لما بنشوف تايتل المكيار بيجي لنا كده صورة ذهنية، وبنعتقد ان هذا الشخص مجرد يعني راجل معاه شوية ألوان وفرش وشايلها كده في شنطة ورايح بقى ايه بالبلدي كده يلطع المكياج على وش الفنانين. لكن في الحقيقة ان ده واحد من اهم صناعية الفن في السينما والتلفزيون. احنا عمرك تخيلت ان المكياج ده مثلا تبقى مادة ليها علم، وعلم عميق جدا وليه محاور كتير جدا، وبيدرس في معهد فنون مسرحية وفيها امتحانات وفيها تقديرات وناس بتحضر فيها رسائل ماجستير ودكتوراه. طبعا احنا عمرنا ما تخيلنا ده، وان المكياج ده اخر حاجة ممكن نفكر فيها، وبالنسبة لنا هو روج اي لاينر والحاجات الخاصة بالتجميل دي. تفاصيل كتير جدا هنعرفها عن كواليس هذه المهنة وعن أشهر أعمال السينما والتلفزيون، وهنفهم طبعا يعني إيه مكياج درامي من ضيفنا المكيار الأستاذ أحمد عفيفي، أستاذ مادة المكياج بأكاديمية الفنون بالمعهد العالي للفنون المسرحية. ومش بس كده، هو واحد كمان من أقدم المكيارات في السينما، لكن هنعرف بقى التفاصيل أكتر منه. أنا مش عايزة يعني أضيع وقت في الكلام، وأهلا بحضرتك ومنورنا. أهلا بيك. منورنا يا أستاذي. أهلا بيك. يمكن وإحنا بنتكلم مع بعض قبل الفقرة حضرتك بتقول انك لما بتدخل عمل درامي بتدرس كل حاجه، بتدرس تاريخ وبتدرس السكريبت مع المخرج، يعني عايزين نعرف القصه دي تحضرها ازاي، لان الناس كلها متخيله ماكيار يعني معاه الفرش والالوان وخلاص بيعمل الحواجب او بيغطي العيوب اللي في الوش وخلاص. لا، احنا الاول هنقول يعني ايه مكياج. بالظبط. كلمه مكياج بتستخدم استخدام خاطئ، يعني لاقي بنت كده بمناظير لطيفة تقول هعمل مكياج، هي مش بتعمل مكياج، هي بتعمل تجميل. التجميل فرع من فروع المكياج. نرجع تاني لتعريف المكياج. المكياج هو إدخال الممثل في الشخصية المراد تجسيدها في السينما، في المسرح، في التلفزيون. بمعنى كل عمل درامي ليه فترة تاريخية، وأنا هتكلم عن أعمالي. يعني مثلا مسلسل ملك فاروق كان عندي شخصيات كتير جدا، كتير كتير كتير. كان عندي سعد زغلول، كان عندي اغلب البشوات او كل البشوات الموجودين في الفتره اللي حكم فيها الملك فاروق مصر. طيب، في طرق بحث ازاي هنقدر نعمل الشخصيات دي. كلام ده ليا ولمصمم الازياء وللي بيعمل الديكور واللي بيعمل الاكسسوارات، كل مكونات الكادر. فلازم يعني انا بالنسبه لي رجعت لصور، ومش صور بس، صور وقراءات عن الشخصيه زائد قراءه النص بما يحوي من تفاصيل هامه جدا جدا. لان هنا مش مساله الباشا شكله ايه بس، مساله رجل الشارع كان شكله ايه، الست اللي في الشارع كان شكلها ايه، ايه المواد المستخدمه في الفتره دي في الاربعينات. حضرتك مستغربة، ولكن لو رجعنا للمسرح اليوناني القديم اللي هو بداية المسرح في العالم قبل الميلاد، كانوا بيستخدموا ايه؟ ايه اللي كانوا بيستخدموه؟ كانوا بيستخدموا أتربة لها ألوان معينة، كانوا بيثبتوها بزيوت العطرية على أجساد الممثلين. هو في حاجة اسمها تاريخ المكياج، لما نيجي ندرس أو هنيجي نتكلم فهنتكلم بشكل علمي تماما. ده اتطور لما مع بداية اختراع الكهرباء. اوكي. لما بدأ المسرح زمان كان بيتنور بلمبات الزيت، يعني زي لمبة الجاز بمعنى كده. لما حصل تطور وبدأ الكهرباء بدأت أدوات المكياج تختلف، لأن بدأت تبقى واضحة. لما بدأت السينما بدأ يحصل ان في شركات، شركة ماكس فاكتور مثلا، هي ملهاش فرع هنا. أيوة. فممكن نتكلم. ايوه، مش دعاية اكيد، مش مستنيانا نعمل لها دعاية هنا يعني. فبدأوا يصنعوا كل الادوات الخاصة يعني بروفيشنال كوزماتكس. ايوه، اللي هي الالوان اللي البنت العادية مش هتشتريها. ليه؟ ايوه، لان الالوان بتبدأ من الابيض الى الاسود. اوكي، الوان متدرجة.
في البانستيك والبانكيك والسوبرا وكل الادوات والحاجات الليكويد والحاجات كلها المستخدمة. هل بس علشان الالوان تدرج الالوان ولا الماده نفسها تبقى تقيله على الاستخدام اليومي يعني ممكن ترهق البشره؟ لا هي مش القضيه كده. هي اولا الادوات دي امنه جدا لان طبعا انت عارفه ان الممثل اصلا انا بحب السوبرا قوي بصراحه فانا ايه بستخدمها طول الوقت حتى مش بس في الشغل. لا لطيفه فبطمن قلت اطمن على نفسي. لطيفه وهقول لحضرتك ليه 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 ما تخافيش. اولا الممثل ثروه طبعا يعني كلياتنا نظريه بتخرج كل سنه الاف تجاره واداب وحقوق وحاجات لكن كم ممثل كم فنان يعني احنا في مصر عندنا كم يحيى الفخراني عندنا كم عادل امام طبعا عندنا يعني عندنا كم محمد منير عندنا صحيح. كم يعني الفنانين دول ثروه طبعا دي قوه طبعا ده وطن صحيح. يعني بنقول عندنا زي ما بنقول عندنا زويل وعندنا نجيب محفوظ بنقول عندنا عمر الشريف صحيح. وبنقول عندنا يوسف شاهين دي يعني دول تاريخنا. هي صناعه من اهم كمان مصادر الدخل القومي للبلاد يعني ما ينفعش نحط على بشره حد بالظبط بيعمل في مهنة التمثيل مواد رخيصة أو تضر طبعا ودي من الحاجات اللي بعلمها إن طبعا. لازم الممثل يعرف إيه اللي بيتحط على وشه عشان ما يحصلش أي مشكلة عشان ممكن مكياج يكون جاي مسترخص مثلا جايب. أو شاري أدوات لا لازم تبقى كلها أدوات آمنة تماما إنتاج الشركات الخاصة بصناعة أدوات المكياج الخاصة بالتصوير ده مهم جدا. حضرتك كلمتنا عن مسلسل الملك فاروق والتحديات اللي كانت بتقابلك في دراسة الحقبة الزمنية دي ودراسة يعني إزاي الناس كان شكلها إيه البشوات مهم. كانوا مهم جدا مهم جدا مهم جدا نعمل بروفات ومهم جدا نعمل الشخصيات قبل ما نصور أيوه التفاصيل يعني ما نجيش يوم التصوير ونقول كده وكده وخلاص لا ما ينفعش صح لازم في بدائل صح لان في بعض الشخصيات في الملك فاروق مثلا زي النحاس باشا كان ليه اكتر يعني مثلا كان ليه اكتر من شكل يعني اكتر من شكل يعني شنبه مثلا اختلف من مرحله لمرحله فلازم بيبقى في دراسه للشخصيه من اولها لاخرها صحيح بالصور ايه الالوان اللي كانت مستخدمه في الفتره دي الاقمشه طبعا ده الخاص بالازياء برضه بالنسبه لنا تسريحه الشعر لان انا بيبقى الكوفير موجود بس طبعا. انا بوجهه صحيح صحيح ده يتعمل كذا ده يتعمل كذا لو رحنا لمسلسل او عمل من اعمال حضرتك دواعي امنيه تكلمنا عنه والتحضير ليه هو دواعي امنيه الله يرحمه الاستاذ كمال الشناوي ده من اعظم فنانين مصر فعلا راجل شديد يعني مهذب بشكل غير عادي ملتزم مواعيد محترمه شيء جميل كده يعني شيء جميل انا اللي اتذكره في المسلسل ده ان كان في مشهد المفروض ان هو كان مستهدف وفي محاولات كتير لاغتياله وجاب ناس تحرسه وحاجات كده لغايه ما حطوا له سيانيد في القهوه فانا المشهد مستنيه هيتعمل ازاي بالنسبه لي انا اعراض التسمم الخاص بالسيانيد تحديدا لان في سموم كتير جدا بتستخدم صح. لكن السيانيد اللي اتحط له ده والحوار بيقول كده فانا سالت دكتور مركز السموم اللي في مستشفى تبع جامعه عين شمس فعرفت ان الجلد بيبتدي يخش في اللون الرمادي شويه فجيت سالت الاستاذ محمد فاضل المخرج لقيته سال طبعا لان يعني الاستاذ محمد فاضل مخرج كبير عايزين نقدم حقيقه للناس مش عايزين نقول كلام صوره تبقى صوره صادقه ففعلا المشهد ده عملته كده مشهد الموت وطبعا الاستاذ كمال ادبها بشكل عبقري لكن انا عملت ده على ايديه على وشه اللي هو بدايه احساسه بالتسمم لان السيانيد حسب ما عرفت برضو ان هو في دقائق الشخص بيموت فعملنا مشهد الى اي مدى الممثل ممكن يساعد الماكير والماكير يساعد الممثل في توصيل المشاعر للمشاهد لما يكون ممثل بجد لما يكون ممثل يعني انا فاكر الدكتور يحيى الفخراني يعني ممثل بجد
لا شيء يشغله في الحياة غير التمثيل. طب خلينا نتكلم بقى بصراحة شوي. اي مهنة في الدنيا تلاقي كده في دخلاء كده، يعني اللي هو اي كلام اللي هو قريب ما اعرفش مين فبيجامل حاجات كده كتير. هل الماكيير ممكن يداري يعني بشطارته يداري على ممثل فلات؟ حد هتعمل ايه يعني اهو؟ لا وتخلي المكياج يعني يوصل الاحساس. والله انا شخصيا ما بعملش جهد كبير غير مع ممثل كبير. من الاول بقى. لا لان ربنا رفض، اصل الموهبه دي ربنا بيصرفها. صحيح. يعني النهارده ما فيش حد في الدنيا يقدر يعمل ممثل. حتى لو ابوه مثلا كان يعني رئيس جمهورية التمثيل في العالم، يعني مش هيقدر يعمل ممثل. ايه طلب منك؟ ايه في حاجة في يوم من الايام طلبت منك كماكيار ورفضتها؟ رفضت تشتغل فيها؟ لا كتير كتير. يعني ايه الحالات مثلا؟ احنا مش هنقول الاسماء بس يعني زي ايه يعني لسه حضرتك بتحكي مثلا مثلا ان حد مش هيبقى في حوار بيني وبينه. مش انا اساسا مش حابه. يعني مهم انك تحس لا ما هو لازم بالود. لا لازم لا لازم انا اكون يعني لازم اكون حابب الممثل ده وجوايا هو ساكن في حته لطيفه ان انا مؤمن ان ده ممثل موهوب. حضرتك بتقدر بقى زي ما بتقول كده زي ما بيقولوا البلدي كده تقفش الموهبه في حد لسه مبتدئ؟ كتير فعلا كتير. في اوضه الميك اب ده بيبان؟ بيبان. ازاي؟ لا على فكره الممثل بيبان. يعني انا اتذكر احمد زكي كان طالب في المعهد، وكان الله يرحمه العظيم الرائع صلاح جاهين كان بينتج عمل صغير كده للتلفزيون. فجاء احمد يعمل حاجه كده بسيطه قوي، كان عمل اخراج اعتقد كان الله يرحمه يحيى العالم، عمل صغير كده كده زي سهره فيلم قصير حاجه كده يعني. ساعه ما دخل اهتمامه بكل التفاصيل، اهتمامه هيلبس ايه، اهتمامه ايه، مع انه طالع في لقطه مثلا. يعني انا متاكد ما حدش شافه يعني ولا شاف العمل، لكن هو نفسه هو نفسه مهتم عايز بتبان. يعني الموهبه بتبان. صحيح بتبان. صحيح. لو مشهد. ولهذا في ممثلين كتير جدا اتعملوا من مشهد. سبحان الله، ده حقيقي. ده حقيقي. يعني تبقى خارج من الفيلم تلاقي لقطه الناس بتسال مين ده، فاكره بالظبط، سايب الفيلم كله ماسك في الشخصيه دي. فعلا الافلام، اشهر الافلام اللي حضرتك شاركت فيها في السنة. انا لا مش شاركت، انا في افلام بحبها. اوكي. يعني شغل حضرتك دراما اكتر؟ يعني لا، يعني في افلام انا بحبها، يعني انا عملتها وبحبها. عملتها وبتحبها؟ بحبها. زي يعني انا بحب قوي مثلا الشقه من حق الزوج. الشقه طبعا. ليه؟ كان الاوردرات لما بيتقال فركش كنت بزعل. ياه. لان الفيلم كان كوميدي. وجود محمود عبد العزيز، وجود عبد الله فرغالي، صحيح، وجود يعني الله يرحمه يعني نعيم الصغير، يعني معالي زايد، صحيح، كنا اسره كده لطيفه. لو دخلنا على المرسى والبحار، يمكن عشان قدامنا مشهد دلوقتي احنا شايفينه مع بعض، والعبقري يحيى الفخراني. طبعا. ذكرياتك ايه عن هذا العمل؟ والله هو المرسى والبحار كان عمل مرهق جدا للدكتور يحيى، لان كان في 12 حلقه عينه كان فيها حصل انفجار مش عارف ايه في عينه، اتاثرت فحصل فيها جرح. فعشان نعمل ده بشكل مش منفر وشكل ما يضرش عينه، لان برضو الدكتور يحيى عينيه ملونه. أيوه. والعينين الملونه بتتاثر اكتر من العينين السوداء والبني. وممكن ينفعل. والعين انا قفلتها وعملت فيها اثر جرح، وهو في مشاهد ممكن يعيط يبكي، فالدموع بيبقى فيها بعض الاملاح البسيطه، فلو عينه احمرت هتيجي فيا. فكنا كل مشهد بنفك العين ونرجع تاني نعملها، اللي هو الجرح اللي احنا شايفينه مع بعض دلوقتي، اللي هو الجرح اللي في عينه. فهو اتحمل كتير. بصراحه يعني كنا كل مشهد بنفك ده، اما يتقال استاذ احمد سعد اتقال ستوب خلاص اوكي. افك. طبعا قاعد بقى جنبه كل الوقت. عملت في سنتها عمل واحد. ايوه. مفيش غيره. ايوه هو ده. ايوه. ليه؟ انا كنت مستمتع طبعا. انا كنت مبسوط. وقبل ما نعمل ده يعني كنت اروح له نقعد واعمل حاجه.
فهو احيانا مجامله يقول لي كويس انا مش مقتنع لغايه ما وصلنا للشكل ده. احنا كل ده بنتكلم في السبيشال ايفكتس او المؤثرات الخاصه. لو اتكلمنا بقى عن دراسه علم النفس، يعني حد مثلا مر بصدمه في حياته بشكل او باخر، هل حضرتك بتدرس مثلا اللي تعرض لصدمه نفسيه يعني انعكاس ده على وشه او على تجاعيد وشه بتكون عامله ازاي؟ هو بيبقى برضو حسب، يعني حسب الصدمه. يعني مثلا هو لو انسان ما بينامش قلقان مكتئب، هتبقى شكله ايه؟ تختلف من شخص لاخر. شكله بقى دقنه هتطلع صحيح اكتر، صحيح، في ارهاق، في عينين هتحمر شويه، في يعني الشكل. واحنا ما بنخشش ونفاجئ بده، يعني في مخرج، في اعداد عمل، يعني ده مهم جدا جدا. الوقت طبعا جري مع حضرتك بسرعه جدا، ويمكن انا يعني كنت عايز اسال في حاجات كتير قوي، بس انا جه في بالي دلوقتي سؤال اخير. ايه اصعب وش اتعاملت معاه في الممثلات، واصعب وش اتعاملت معاه في الممثلين الرجال والنساء؟ هو على فكره مفيش حاجه اسمها اصعب. مفيش يعني ليه؟ ليه بقى؟ ليه؟ يعني هي المساله ببساطه شديده، احنا بنعمل المكياج الشخصي، بنعمل المكياج الشخصي، ويبقى في اتفاق قبلها او هذا ما كان هيحدث. يعني في مخرج وبنقعد وبتقول وبنتصرف، فما فيش اصعب على فكره وما فيش اسهل. ليه؟ هو شغل ولازم يتم بشكل كويس. طب اجمل وش مثلا اتعاملت معاه؟ اكيد يعني عايزين اسم، لانه يعني احنا حتى في حياتنا العاديه بنبص لحد كده نقول انت وشك مريح قوي، انت وشك مريح قوي. ايه اجمل وش حضرتك؟ هو برضه يعني هو السؤال انا هنا هل دي بتاثر عليك كماكير؟ لا انا برضو اصلا بشوف الناس بعين مختلفه. اوكي. يعني انا مثلا في الزني كان وش مريح قوي بالنسبه لي. انا كنت احب قوي لوسي وبعتبرها فنانه كبيره. الفنانه لوسي بالنسبه لك كانت من الوشوش المريحه؟ لا، وفنانه كبيره. وفنانه كبيره يعني طبعا. يعني لا ممثله ده حقيقي، يعني سبحان الله شاطره قوي. يعني هما اتنين من اللي رقصوا ومثلوا تحية كاريوكا وهي. صحيح صحيح. وهي حاجة مذهلة. أيوة. يعني لما تشوفيها مثلا مع جمال عبد الحميد في حسن أرابيسك، في أرابيسك حاجة عبقرية. لا وبتنسى أصلا أن هي راقصة أساسا، يعني أنا ما بشوفها بحس أن هي خلاص ممثلة خلاص. لا ممثلة ممثلة من العار التقيل يعني. صحيح. أنا بحب قوي يحيى الفخراني وكمال الشناوي، وبحب صلاح السعداني، وبحب محمود ياسين. يعني في ناس كتير انا بحبها. أيوة. وبحبهم من قلبي. أيوة. فترات كبيره بنقعدها مع بعض. كل حد ليه حاجه، يعني تقعدي مع صلاح السعداني تحس ان انت موسوعه، حد شديد الثقافه. الله. في تقعدي مع يحيى الفخراني تحس قد ايه كميه الطيبه اللي جواه وكميه المعرفه الانسانيه حاجه. كمال الشناوي تحس ان انت قصاد يعني حد ممكن يساعد اللي يعرفه واللي ما يعرفوش. يعني احنا حبينا قعدة حضرتك جدا، انا حبيت قعدتك جدا واستفدت منك كتير، واعتقد ان احنا محتاجين حلقات وحلقات عشان نتكلم اكتر عن هذا العلم اللي هو علم المكياج، وطلع ان الموضوع مش سهل ابدا ومش حاجه بسيطه. لا في تفاصيل كتير جدا جدا. بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا. وانا سعدت قوي بحضرتك وبالقناه واشكركم. شكرا جزيلا. نورتنا وبنشكرك شكرا جزيلا. الاستاذ احمد عفيفي، استاذ ماده المكياج باكاديميه الفنون بالمعهد العالي للفنون المسرحيه، كان ضيفنا المنورنا في فقرتنا، فقرة صنايعية الفن. بشكركم شكرا جزيلا. احنا وصلنا لنهاية حلقتنا من صباح الورد، وبكرة ان شاء الله ساعتين من قبل دلوقتي هيتجدد اللقاء في حلقة جديدة من صباح الورد.